الكابتن مصطفى شوفوا معانا كده مين على التليفون. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، ايه الجمال دوت. كابتن برجيله، كابتن ده الكبير واحسن راس حربه في العالم حبيبي، ابني المحترم الجميل زيك خلودي. ازاي يا كابتن محمود، واهلا بيك معانا النهارده في قناه الزمالك يا كابتن محمود، ومشرفنا ومنور. معاك اتنين انا ما اعرفش، ما اقدرش بقى، انا ما ولا لعبت زيهم ولا اقدر العب زيهم يعني. يا كابتن رجاله بلاش التواضع ده، انت ملك البطولات وملك اللعيبه. مصطفى يعني مصطفى الجميل دوت احسن واحد لعب في المكان دوت، والكابتن جمال عبد الحميد ربنا يديله الصحه ويكرمه، وليه بصمه كبيره في الكره المصريه، ربنا يجمعهم كده على الخير ويجمع اهل الزمالك كده على الخير ان شاء الله. يا رب يا رب. كابتن محمود، يعني شايف الـ 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 احلام الزمالك وبعد عوده المستشار مرتضى منصور والمجهود الكبير جدا اللي عامله يمكن المستشار سواء بعد عودته ونجاحه بالمجلس الجديد الحالي، سواء على المستوى الكروي او المستوى الانشائي، على المستوى الرياضي، على المستوى المتابعه، على مستوى العاب الصالات، في كل الاتجاهات، شايف الزمالك ايه، وخاصة بعد الأداء الرائع لفريق كرة القدم هذا الموسم وآخر لقاءاته، الفوز بخماسية نظيفة. وأنا أعلم مدى حبك وانتمائك والباشمهندس رحاب أبو رجيلة طبعا لنادي الزمالك، عضو مجلس الإدارة السابق، وأنت نجم من نجوم نادي الزمالك. بسم الله ما شاء الله لا حسد، وبسم الله ما شاء الله بقالنا فترة كبيرة فريق نادي الزمالك بيقدم كوره كويسه، ومجموعه لاعبين على اعلى مستوى، وبعدين كمان مجموعه لاعبين من الناشئين بسم الله ما شاء الله كل واحد خد مساحته وفي احسن حاله.